خلنا ندخل على الهاشتاج. من تتوقعون؟ متعب بن قرعان. تروح لمن يستاهلها ان شاء الله. طيب. بغيت ادور ذاك اليوم. خلنا نحدث. الف مبروك محسن سبيعي. يستاهل. فيكم تكلم عصام يا ولد، والله ان تويتر فيه عله. ليه اعداد تسوون السحب من عندكم؟ اوكي من تتوقعون شباب؟ محسن. انا اقول واحد ولا واحد له 1000 نقطه منكم. اتوقع انه فايدان. انا اقول محيش. محيسي وين جاتني بعطيها محيش. جعل الدنيا في ذاك ابو محمد، والله ما تجينا اللي فينا مكفينا. قولوا لي وقف. طول. وقف. ماله؟ من مطلق بن علي. استاهل. المحيسن المحيسن نعرفه. محيسن استاهل. اسكرك يا ابو علي حتى يغمى عليك، لبى والله. خلاطيش قلبك. استاهل محيسة. بيض الله وجهكم يا شباب، ما قصرتوا. وفي الختام أعزائي المشاهدين أينما كنتم تتابعونا، شكرا على حسن المتابعة وحسن الاستماع. في أمان الله لأن نراكم بإذن الله في الحلقة الأخيرة القادمة. الله يعطيك العافية. لي الشرف.